سيدنا محمد سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي رضي الله عنه والشهداء والمهاجرين والأنصار الرحمن المهاجر شفاء المقدم أبا علي بن بكر شكرا الشيخ أبو غادي سالم فخر وجود شيخ معروف وجمال شيخ معروف الكوفية بأفضل من أبي حدث الرحمن وصالح سبحانه وتعالى وسلم يسير وأكبر من يسير وأصبح من أبي حدث فاتحة خصوصا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين صلى الله عليه وسلم سيدي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قصيدنا يا رب إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada permintaan Baroka Fatihah buat kesembuhan adiknya Bapak Muhaimin yang ia Majelis Riyadhus Shalihin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan penyakitnya. Amin ya rabbal alamin. Yang bernama Syaikhullah ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam bi hadhihi syifa bi sayyidina. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam sir al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا من يومنا هذا إلى يوم الآخرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطالبتنا
لبدنا ليومنا هذا إيها يوم الآخرة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها الحسوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها الشعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصلح بها القلوب وتنطلق بها العصوب وتلين بها السعوب. وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. يا إله إلا الله. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعل حسن قلبي في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعل حسن قلبي في الدنيا والآخرة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واجعل حسن قلبي في الدنيا والآخرة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنت الحلم وأنت المقربى وعندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنت الحلم وأنت المقربى وعندك يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وأنت الحلم وأنت المقربى وعندك يوم القيامة. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. Bacaan selawat langsung berpusat kali sudah dilaksanakan dengan baik dan semoga cita-cita kita dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Afdhalu dzikri bala mannahu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Shallu ala nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala bersama-sama kita membaca istighfar yang khusyuk, yang serius kita minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni semua dosa-dosa yang kita amini. Dan yakinlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala pasti mengampuni dosa-dosa kita. أستغفر الله العظيم 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 لكل ذنب عظيم. Mari kita sama kita memanggil Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah 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 ya Rahman ya Allah ya Rahim ya Allah ya Rahman ya Allah. Mari bersama-sama kita mendoakan orang tua kita. Semoga orang tua kita yang masih hidup diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan buat orang tua kita yang sudah meninggal dunia, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosanya, diberikan segala malaikatnya, dan dijadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Allahumma ighfirli dzunubi wa liwalidayya. Allahumma ighfirli dzunubi Allahumma
Allah ya Allah ya Allah alhamdulillah. Allahumma ighfir li dhunubi, Allahumma ighfir li dhunubi wa ibadiyya wa rahmatuka ya rabbal alamin. Allahumma ighfir li dhunubi wa li walidayya warhamhuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Warhamhuma warhamhuma kama rabbayani saghira. Alhamdulillahirabbil alamin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sahibil busra salatan tubashiruna biha wa anana wa awladana ومشايخنا ومعلمينا وطالبتنا وطالبتنا ليعطينا أدائنا يوم الآخرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصفي بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتليل بها الشعوب وعلى آله وصحبه يوم الدين وسلم بعد. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada tuan rumah Bapak Ikhwan atau Bapak Maiwa. Semoga Bapak Maiwa banyak umur, sehat walafiat, banyak rezekinya dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pesan singkat dari saya, bersama-sama kita berusaha menjadi manusia yang baik, bahkan menjadi lebih baik dari itu. Berusaha terus, terus berusaha. Ajak teman-teman sampean untuk menjadi lebih baik. Ya, sanggup? Insyaallah. Sekarang baca doa. Ya Allah, Bismillahirrahmanirrahim. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تغفر بها الذنوب وتصبر بها القلوب وتنطلق بها العشوب وتلين بها الشعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. ربنا يسر لنا أمورنا بجاه محمد بن علي. ربنا يسر لنا أمورنا بجاه محمد بن علي. ربنا يسر لنا أمورنا بجاه محمد بن علي. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا اغفر لنا يا رب. ربنا يسر لنا حاجاتنا يا الله. Selana haji tidak begitu ini Bismillahirrahmanirrahim. Demikian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.